دكتور تدري في المباراة هذه اللي انت اللي احنا قاعد نسولف عنها خمس لاعبين من نادي الكويت، خمس لاعبين يطمرون الشبك يروحون برا وبيتهاوشون مع الجمهور ويردون المباراة وتتكمل سير المباراة واللاعبين ما ينطردون. وأزيدك من الشعر بيت، الكلام هذا مثبت بصور تم نشره في التويتر، واعتقد ان الكل لا بس شاف. الصور مو مو لا 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 صوره لا. صوره لاعب الكويت فيديو معلق. فيديو لا لا لا, لا, لا. ما تدري شنو اللي صار لا لا بس سعود في صوره في اوكي صح مثل ما قلت هو بنط هو اللي رايح بس مثل ما قال ابو حسين في شيء ما ندري عنه يمكن هذاك والله حاذف عليه شيء ساب صاير شيء قبلها هني هني ابو سعود ثبت بالفيديو هني بس هني ابو سعود هني ابو سعود دور الاداري انت لما تيجي تقول لي انت لما تيجي تقول لي اليوم واحد من خلف الشبك حذف على لاعب من لاعب داخل المباراه ما ندري شنو صار وين دور اداري الفريق هني ابو عمار احنا انا قاعد اقول لك ما ندري شنو صار لا تعتمد على الصوره يمكن هني صفر الحكم وقف اللعب واللاعب رايح لبرا مو اثناء مثلا سير لا 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 ما تدري شنو ابو سعود هني اسمح لي بالصوره ما تقدر لا اسمح لي انا قاعد اقول لك اثناء سير المباراه ادري خمس لاعبين يطلعون من الشبك يروحون برا يتعاونون عندك فيديو لازم فيديو